السلام عليكم طلابنا الاعزاء، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير. ورجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم راح نحكي عن شلون تحفظ الانشاء او شلون تقرا الانشاء وشلون السيطرة عليه ويصير عندك موضوع سهل جدا. الطلاب اللي راح يدخلون هنا لهذا الفيديو نوعين. نوع هو عنده طريقه يحفظ بها الانشاء ومسيطر عليه واموره تمام. بالنسبه لذول الاشخاص يا ريت يكتبون الطريقه اللي هم يعتمدوها ويحفظون بها الانشاء حتى البقيه يستفادون منها. ممكن هاي الطريقه ما راح تناسب الجميع، ممكن واحد يريد يستفاد من طريقه اخرى، وممكن يضيفون ملاحظات معينه راح تساعدنا باكمال هاي الطريقه اللي احنا راسميها حتى نحفظ بها الانشاء. فاللي عنده طريقه والطريقه اللي يحفظ بها الانشاء خليه يكتب لنا اياها بالتعليقات. اما بالنسبه للي يعانون من الحفظ ويشوفوه بانه الحفظ الانشاء صعب ويحفظوه منا ينسوه منا، فراح نجي بهاي الخطوات واحده واحده راح تسهل عليكم حفظ الانشاء. فالعنوان هو كيف تحفظ الانشاء. اول شيء لازم تعرف عنوان الانشاء، الانشاء عن شنو يدور، يعني موضوعه، فكرته العامه هي شنو. هذا شيء مهم جدا. يعني مثلا موضوع التدخين، التدخين هو شنو؟ مو نحكي عن التدخين نفسه، لا، نحكي عن الاعلان اللي لازم يكون ممنوع لانه المراهقين والشباب اذا شافوه راح يتاثرون بهاي الاعلانات. فالفكره مختلفه تماما، الفكره تحكي عن الاعلانات مو عن التدخين نفسه، فانت لازم تفهم فكره الانشاء، هذا اول شيء. الشغله الثانيه نجي للخطوات. الاولى هي تجزئه الانشاء، يعني انت عندك انشاء مثلا اربع باراجرافات او خمسه او ثلاثة او اثنين، تجزئة ثلاثة اسطر بثلاثة اسطر بثلاثة اسطر، مثلا اربعة اسطر باربعة اسطر باربعة اسطر، كل اربعة اسطر فكرة، خلاص هاي المقدمة. انا راح احفظ هاي المقدمة، احفظها عربي وانجليزي واضبط امور بها، بعدين انتقل للمرحلة اللي بعدها، للمرحلة الثانية. فاول شيء تجزئة الانشاء، جزئة الى ثلاثة او اربعة اجزاء حسب، يعني بحيث انه انا اقدر احفظ ذني الاجزاء واسيطر عليهم. الشغلة الثانية اترجم الانشاء بالعربي، اترجمه كله بالعربي واقراه بالعربي، افهم فكرته بالعربي، احفظه بالعربي، احفظه سالفه بالعربي. ورا ما اجي اجزئه حفظ الجزء بالعربي ثم سطر سطر حتى تنتهي من الجزء الاول. احفظ سطر سطر، يعني حفظت السطر الاول ضبطته، كتبته كتابه ايضا. الكتابه طبعا عنصر مهم بالحفظ لانه بدون الكتابه مستحيل تحفظ، او حتى لو حفظت راح يكون حفظ شفوي. لما تجي تطبق بالكتابه راح تشوف نفسك انت ما حافظ، وانما انت بتوهم بانه انت كنت حافظ. فالكتابة عنصر مهم، ويا ما انت حفظت السطر الاول تجي تكتبه، حفظت السطر الثاني تجي تكتبه، حفظت السطر الثالث تجي تكتبه، السطر الرابع تجي تكتبه، وراح تدمج ذن الاربع اسطر. ايش صار عندك؟ صار عندك الجزء الاول انت حافظه اربع اسطر، حافظها عربي وانجليزي، وتقدر تدمجهن اربعة سوية. تروح وراها للجزء الثاني وهكذا، الجزء الثالث وهكذا، سطر سطر، بعدين اربع اسطر اربع اسطر، بعدين اكمل اربع اجزاء. زين. هنا لم الشمل، مرحلة لم الشمل هي شنو؟ انه بعد ما حفظت هاي الاربع اجزاء كلها، يعني حفظتها كاملة، ترجع تدمجهم كلهم سوية وتكتب الانشاء مرة مرتين ثلاث مرات، راح تخطأ بيه، راح تحس نفسك مرات تباوق نفسك، يعني انت تشوف بانه هنا انت ما كملت الفكرة، لازم ارجع انا شنو اباوع شوية حتى استلم فكرة معينة. خامسا طرق معينة انه انمي حيل معينة لحفظ الانشاء، منها انه احوله الى اغنية، احوله الى نغمة، احوله الى قصيده، احوله الى شعر او فد شيء. فهذا الشيء يسوي يخليك انه تحفظ الانشاء، يصير حفظه اسهل. هو اي شيء اغنيه او شعر او شيء يكون حفظه اسهل، فانت حوله الى نغمه، حوله الى شعر، يعني دبر حيله معينه انه تحفظ بها الانشاء، فحوله الى اغنيه مثلا. قرات انشاء لمده اسبوع، اسبوع كامل. انت مو معناها انه مثلا انا اقرا كيمياء ما اقرا الانشاءات، اقرا فيزياء ما اقرا الانشاءات، اقرا احياء ما اقرا الانشاءات، لا، اخلي وقت مثلا من 11 الصبح الى 12 الصبح هذا انشاءات لغه انجليزيه، سواء اي ماده انا اقراها، انا هذا الوقت مخصص لانشاءات اللغه الانجليزيه، حتى لو انا مكمل ماده الانجليزي يعني، بس اخلي الانشاءات جزء خاص بهن وحدهن، كل انشاء اعطي اسبوع ويا بقيه المواد. هذا الانشاء لما تعطي اسبوع وتكرر اسبوع كامل راح يروح الى الذاكره طويله الامد، بعد ما تنسى ابدا، يعني حتى ما يحتاج تراجعه. فكل انشاء اسبوع سبع ساعات، يعني كل انشاء تقرا سبع ساعات لمده اسبوع، وهاي المده المتقطعه مو مثل ما تقرا سبع ساعات بنفس الوقت. خلوا بالكم بانه اذا قرات سبع ساعات بيوم واحد مثل ما تقرا سبع ساعات بسبع ايام. هاي الاستمراريه وهذا التكرار اليومي مهم جدا. الشغله الاخرى، اكو ملاحظه اخرى ممكن تستفادون من عندها ايضا، هي انه احوله الى بصمه صوتيه وابدي اسمعه، اسمع الانشاء مره مرتين ثلاثه. شايفين انتم لما تسمعون اغاني
او مثلا اخلي المدرس مالتي يدز لي بصمه صوتيه، او واحد يعرف يقرا انجليزي قراءته زينه ببصمه صوتيه، وابدي انا اسمعها، اسمعها كل يوم، اسمعها لحد ما 3 مرات 4 مرات باليوم. هذا شيء يسوي؟ يحوله الى شلون مثلا تسمع شعر، تسمع اغنيه. من تسمع شعر او اغنيه باستمرار التكرار راح تبدي انت تلقائيا تحس نفسك انت حافظها وتتردد بيها. فهذا الشيء راح يساعدكم جدا. هاي الخطوات اتمنى تكونوا استفاديتوا من عندها بكيفيه حفظ الانشاء. ويا ريت اللي عنده طريقه مستفاد من عندها ويحس بانه هي مفيده للطلاب خليه يكتب لناها بالتعليقات، ممكن يستفادون منها بقيه الطلاب. شكرا للمشاهده، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل جرس الاشعارات حتى ما يفوتكم اي شيء جديد. وبالنسبه للمنهج، المنهج موجود كامله على القناه، تقدرون تستفادون من عنده. Thank you so much for watching and see you next time.